اليوم عندنا جلسة تعليمية لطريقة وضع أي علاج كيف ما بغي يكون على الشعر، سواء كيراتين أو بروتين أو بوتوكس أو كافيار. كيف ما تتشوفوا نوعية الشعر اللي هي معنا اليوم، كثيف جدا قوي، شعر أفريقي بحت. أول شيء لازم الشعر يكون خالي من الزيوت أو أي مادة كيف ما بغى تكون. أول خطوة كنغسلوا الشعر مزيان بالشامبوان رقم واحد اللي هو كيكون جاي مع المنتج اللي احنا غادي نخدمه به، كيف ما بغي يكون سواء كيراتين بروتين بوتوكس كافيار. ما عندنا الشامبوان، كاين بعض المنتجات اللي ما كيكونش عندها الشامبوان رقم واحد، كنغسلوا بالشامبو اللي هو كيكون عندنا متاح. طبعا ما يكون شامبو فيه البلسم ديالو، لا، يكون شامبو قوي شوية. ما عندنا شامبو قوي غادي نخلطو معاه، غناخدو شامبو اللي عندنا ونخلطو معاه شوية ديال الأكسجين ونغسلو به الشعر ونخليه في الشعر مدة ديال دقيقة حتى لجوج ديال الدقائق باش كيفتح لينا كل الحراشف ديال الشعرة باش يزيل منها أي شوائب فيها أو زيوت أو أي حاجة. ثم الخطوة الثانية كنشفو الشعر مزيان بالسوشوار. مني كنشفوه كنحطو البرودوي كيف ما كتشوفو على الجذور هي الأولى ونبعدو على الفروة الراس باش ما تحسسش معانا. البنات ممنوع منعا باتا اي وحدة كدير الحنة لشعرها دير اي نوع من انواع العلاجات التمليسية لشعرها، سواء كيراتين بروتين بوتوكس كافيار. الناس اللي كدير الزيوت لشعرها، الفرق بين اخر جلسة اللي درتي ديال الزيوت او حمام زيت او اي حاجة درتيها على شعرك بينها وبين الجلسة ديال الكيراتين او بروتين او اي مادة علاجية تمليسية بغا تحطها على شعرك، اقل حاجة تكون بيناتهم 10 ايام باش تخرج لك النتيجة 100%، سينو راه ما غتشوفيش النتيجة المرضية. اول اسبوع كنحطو فيه المنتج على شعرنا ما كنشوفوش فيه البحر، ما كنمشيوش فيه لابيسين، لانه الكبريت بسبب الكبريت وبسبب الاملاح وبسبب الكلور كتبدا تسحب لينا الماده من شعرنا شويه بشويه. ما كتسحبش من مره واحده ولكن ما كتطولش. اي ماده حطيتوها على شعركم الا هي ماده صح كتبقى في الشعر من 8 شهور حتى العام، ما كتمشيش، كتبقى غاده وكتنزل غاده وكتنزل مع الاطراف. نرجعوا للجلسه ديالنا. بالنسبه كيف شفتوا، اول حاجه درنا حنايا حطينا على الجذور، دابا كنمشطوا من الجذور لتحت ديال الشعره، ما كنزيدوش البرودوي حتى كنشوفوا الشعره الا كان خاصها البرودوي عاد كنزيدوا. كاينين بعض الكوافيرات الله يهديهم والله يسامحهم كيغرقوا الشعر بالبرودوي، راه ماشي بكثره المنتج على الشعر نلصلصو الشعر ونغرقوه بالبرودوي باش كنعطيو النتيجه، لا، النتيجه كتكون بالدقه والاخلاص في العمل فقط لا غير. الا انت كتعرفي تخدمي راه غير واحد الكميه قليله راه غتخدم لك الشعر كيف ما بغى يكون. كنبقى نخدم كنحط شويه بشويه وانا كنمشط من التحت للفوق كيف ما كتشوفوا في الفيديو تماما، وها انا ما حطاش البرودوي بزاف، ومني غادي نعصر الشعرة غادي يخرج منها المنتج بكمية وفيرة. واحد المعلومة غافلين عليها الناس بزاف وهي الفرق بين الكيراتين والبروتين. الكيراتين مجرد فرد للشعر، تمليس فقط لا غير. البروتين علاج زائد تمليس، وطبعا النتيجة النهائية كتبقى على حسب نوع الشعر ومدى الضرر اللي فيه. مثلا الشعر بحال اللي كتشوفوا هذا شعر افريقي بس الشعر ما متضررش، غتخرج النتيجه مرضيه بالنسبه ديال 100%. الشعر الاشقر اللي فيه الهايلايت ليميش ممنوع منعا باتا نحطوا عليه الكيراتين، خصوصا الكيراتين لانه كيحرق الشعر وكيشوكو وكيولي عندنا الشعر مسكين بحال الزغب ديال الكبال. فحرام حرام حرام لبعض الكوافيرات الله يسامحهم كتكون عندها الكليانه دايره اللي ماشي في شعرها وكتشوف الشعر محروق وكتقول لها بغيت ندير الكيراتين، كتقول لها اه مرحبا راه غينا عاملك شعرك وغترتاحي من السوشوار. لا حرام، النتيجه كتكون محزنه للسيده في الاخير. فماشي باش نربح انا الفلوس نخسر العباد الله شعرهم ونخسر السمعه ديالي. انتبهوا ردوا بالكم بزاف لهاد النقطه هذه. وحتى الشعر اللي فيه حنه ما كتخرجش النتيجه مرضيه بالنسبه ديال 100%. ممنوع اصلا الشعر اللي فيه الحنه يدير الكيراتين. الحامل والمرضع ممنوع تماما دير اي نوع من انواع العلاجات، سواء البروتين سواء الكيراتين. حتى لو ان البروتين الانواع الجديده اللي خارجه هذه عام من 3 سنين كتكون زيرو فورمالين وما فيهاش اي ضرر وحنا كنخدموا بها، يعني كتكون صالحه
للحامل والمرضع والأطفال ابتداء من 6 سنين. لكن أنا نصيحة ديال وحدة أكثر من 18 عام وهي في هذا الدومين، إلا أنت حاملة أو كترضعي أو كتشوفي في بنيتك صغيرة شعرها مثلا هكا قوي وبغيتي تصوبيه ليها وخا تشوفي أنها مادة صالحة، لا نصيحة ما تقربوش ليها. وبطبيعة الحال هاد النصائح ما عمركم غتسمعوها في قلب الصالون ولا من عند الكوافيرة اللي هي كتخدم ليكم أو من عند أصحاب الصالون، لأنه كل واحد كيقلب على الربح دياله. وكذلك كاين نوع من أنواع الناس عندهم حساسية مفرطة في الفروة ديال الراس ديالهم، ممنوع لهم تماما يديروا هاد العلاجات. الناس اللي عندها التعلبة ممنوع لهم هاد العلاجات. الناس اللي كيتساقط لهم شعرهم خصهم يعرفوا أي فترة من فترات السنة اللي قدروا يديروا فيها العلاج لشعرهم، بحال فصل الخريف غير بعدوا منه لأنه الشعر كيتساقط بواحد النسبة كبيرة جدا. الصيف نبعدوا منه لأنه كنمشيو للبحر، كنتعرضوا لأشعة الشمس، كنعوموا، الأملاح، الكبريت، الكلور اللي كتكون في البحر أو في لابيتين سويمين بول كتسحب لنا المادة من الشعر، طبعا على مراحل ماشي من مرة واحدة، لكن كتسحبها ما كتخليهاش لنا في الشعر. فيستحسن ويفضل فصل الشتاء أو فصل الربيع، هما أحسن فترات في السنة نقدروا نديروا فيها أي علاج تمليسي للشعر ديالنا. كيف ما تتشوفوا سالينا وضع المادة على الشعر، غادي نجمعوه وغنخليوه مدة ديال 45 دقيقة. هاد النوع من أنواع الشعر اللي هي كتكون أفريقية بحتة قوية بزاف كتحتاج لنا 45 دقيقة. الشعر اللي هو كيكون شوية خفيف، الشعور ديالنا احنا ديال المغرب العربي ما نفوتوش عندنا من 30 حتى 40 دقيقة، كل شعر والوقت اللي كيحتاجه. سال الوقت ديالنا، كنغسلوا المادة من الشعر كنحيدوها بنسبة ديال 50 حتى 60%، وكننشفوا الشعر بالسوشوار مزيان، ما كنخليوهش مبلول بتاتا. كاين بعض الكوافيرات الله يسامحهم كيخدموا السيراميك ديريكت اللي هي لابلاك سيراميك، كيخدموها ديريكت على الشعر اللي هو فازك، هذاك هو الحريق اللي كنحرقوا حنا الزغبة. وعوض ما تكون الجلسة علاجية وتمليسية كتولي جلسة ديال دمار الشعر، كيتحرك كيولي بحال زغب الكبال. فهاد الشيء علاش حنا كنوصيو الشخص اللي يخدم لك خصو يكون شخص بروفيسيونيل موثوق فيه، عارف خدمته، دارسها، ماشي شخص غير تعلم هكا غير بالشوفة ونايض كيخدم للناس، فحرام هذاك كيدمر الناس. كيف ما كتشوفوا كنشفوا الشعر مزيان، كنسشورو كاننا كنديروا سشوار عادي، وعاد من بعد كنديروا لابلاك سيراميك. ما كنجيوش نديروا لابلاك سيراميك ديريكت على الشعر اللي هو مبلول، لانه كاين بعض الكوافيرات اللي ما كيبغيوش العذاب لراسهم، كتقول لك علاش انا غنخدم راسي جوج ديال المرات، نشف الشعر ونسشورو عاد نخدم ليه لابلاك سيراميك؟ لا، نخدم ديريكت لابلاك سيراميك وخدمه واحده ما نعذبش راسي. لكن كتنسى انها راك تدمر الشعر ديال الكليانه اللي هي بين يديها. راه قال لك رحم الله امرئ عمل عملا فاتقنه. نخدمو بذمة وضمير، دائما نبحثو على الجديد وما نبقاوش محدودين ومنحاصرين في اللي هو عندنا صافي. هادشي للدوام والاستمرارية، نطورو من نفوسنا باش نزيدو القدام، ناخدو دورات جديدة راه لصالحنا والكسب السمعة بين الناس، لأنه إلا خدمتي مزيان راك كتكسبي شخص وتكسبي معاه ناس، خسرتي شخص كتخسري سمعتك وكتخسري معاه ناس أخرى. وكيف ما كتشوفوا نشفنا الشعر وسالينا، سشورناه دومي سشوار، كنفرقوه على 4 باش كنسهلوا علينا الخدمة، كل واحد يفرق بالطريقة اللي هي غتجيه سهلة في الخدمة. قسمنا الشعر ديالنا وسالينا، كنديروا السيباراسيون ديال الشعره اللي حنا غنخدموا عليها، ناخذوها ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه. الا كانت غليظه ما غتخدمش لينا مزيان وما غتكونش النتيجه مزيانه، كانت رقيقه غنقطعوا فيها الشعيرات ديالنا ونخدموا حنا كنتابعوا ردوا البال ردوا البال لهذا البيبي هير اللي كيكون صغيور عندنا لتحت، عندنا في الجناب ديال الودنين ديالنا، وعندنا القدام في مقدمه الراس وفي النويضرات ديالنا.
حيت ما يمكنش من بعد تشوفي شعرك كله ملس، وهاد الشعيرات هاد البيبي هير هادو كتلقايهم هكا مبوكليين باقين كيرلي، يعني ما ناعمينش ما نازلينش. فطالما احنا خدامين وكنردوا البال للبيبي هير، لانه حتى في وسط الشعر وسط الراس ديالنا كيكون عندنا بيبي هير. انتي كتخدمي وكتردي البال، شوفي الشعرة كيديرة مغليضة مرقيقة باش تخرج النتيجة مرضية بنسبة ديال 100%، وكل ضربة ديال السيراميك من 7 حتى 10 ديال المرات، ماشي قل من 10 ديال المرات البنات، ردوا بالكم. وبالنسبة لشعر أفريقي بحال هذا كنخدمو وكنعاودو، مني كنساليو لابلاك سيراميك للشعر كامل كنعاودو عاوتاني نعاودوه مرة أخرى لنتيجة مرضية بنسبة 100% في النهاية، لأنه كل شيء على الخدمة ديال اليد. الخدمة اليد والسيراميك هي اللي كتعطي النتيجة ديال المادة اللي انتي حطها في الشعر. كانت سيراميك بروفيسيونيل وتيتانيوم، تيتانيوم اللي هي المادة العازلة بين الحرارة ديال السيراميك والشعر ديالك باش ما كيتحرقش، حيت السيراميك اللي كنخدمو بها المواد العلاجية اللي هي كيراتين بروتين بوتوكس كافيار كيف ما بغات تكون المادة العلاجية اللي احنا حاطين على الشعر، ماشي هي السيراميك العادية ولا حرارتها نفس حرارة السيراميك العادية. كيف ما كتشوفوا بعينيكم، شوفوا اللمعة، شوفوا الشعر كيفاش نزل لها. علاش كنقول لكم انا بان الخدمة ديال الايد هي اللي كتعطي النتيجة ديال المادة اللي احنا حاطين على الشعر. كيف ما تتشوفوا سالينا الجلسة ديالنا، وأي بلاصة كتبان لكم مازال خاصها الخدمة خدموها ما تكسلوش عليها. وكيف ما وصيتكم في الأول ديال الفيديو، غادي نوصيكم أهم بلايص في الشعر خاصهم يتضربوا مزيان، هما هاد اللي كيكونوا في المقدمة ديال الشعر، هاد البيبي هير صغيورين اللي ورا ودنينا اللي لتحت عندنا لتحت الرقبة ديالنا، باش واخا تهزي شعرك الفوق ما يبقاش يبان لك شعرك راه كله ناعم. وهاد الصغيورين هادو راهما اللي هكا كيرلي هكا مبوكليين ما ناعمينش. لا، اي بلاصة خاصها تخدم نخدمها، ما نخليش الشعر فيه بلاصة مخدومة وبلاصة لا. كيف ما كتشوفوا بعينيكم، واخا الزبونه اللي في يدك مثلا تكون هكا هاد الشعيرات الصغيورين حيت شويه هكا كينتفوا، واخا تقول لك راه كنتنتف قول لها غير صبري باش نخدم ليك. علاش؟ حيت من بعد مني غتمشي لدارها وغتغسل الغسله الاولى وغيطلع ليها شعرها ناعم وغتلقى هاد البيبي هير هذا باقي كيرلي عندها، ما غتقولش لك راه انا اللي ما صبرتش، لا غتقول لك راك انت اللي ما خدمتيش خدمتك مقاده. غير مني تكوني تخدمي عارفي فين تحطي يديك وعارفي كيفاش تخدمي بالسيراميك باش ما تحرقيش السيده اللي انت كتخدمي ليها وهي ما تحركش، باش انت تعرفي فين غادي تحطي يديك، الا بقات كتحرك تما فين تقدر هي تتاذى. تعرفي السيراميك كي تطوري يديك في كل بلاصه. سالينا الجلسه ديالنا، غادي نوضو نغسلو الشعر. ها هو الشعر كيبان لكم مغسول غير بالماء، وحطينا البلسم المثبت اللي هو رقم 3، حطيناه مده ديال ربع ساعه، من بعد عاودنا غسلنا غير بالماء وكنشفو تنشيف هواء فقط، لا سوشوار لا بروسه لا حتى حاجه. شوفوا النتيجه النهائيه اللي هي تنشيف ديال الهواء فقط لا غير. باش تخرجي نتيجه مرضيه بحال هذه خاص تكون خدمتك بروفيسيونيل، السيراميك اللي عندك بروفيسيونيل، المادة اللي عندك مادة نظيفة نقية ما تسترخصوش، خدوا مادة نظيفة نقية اللي غتخدموا بها وترفع لكم راسكم وتجيب لكم كليان مع كليان. هذا تنشيف هواء فقط لا غير. شوفوا قبل كيف كان وشوفوا بعد كي ولا. وحفاظا على هاد النتيجة في شعرك خصك تغسلي بشامبو خالي من الأملاح، والبلسم او الحمام الكريم اللي غتحطيه من بعد خصو يكون تابع للماده اللي انت حطيتيها على شعرك، ماشي اي حاجه في السوق وصافي. نتمنى نكون فدتكم في هذه الجلسه هذه، ما تنساوش لايك اشتراك وتعليق محفز لدعم القناه، وشكرا للمشاهده.